السلام عليكم، صباح الخير عليكم. بونجور بونسوار تو مون. رانا ولينا معاكم مع الاحداث العالميه و اون بارتيكولير نهضروا شويه على الجزائر ثانيا. نوض الصباح لقيت كاع لي شين ما يهضروا على الانترفونسيون روس اون سيري. اوكي، ضربات الجويه تاع روسيا في سوريا، هذا اول مره قام دخلوا لارمي تاع الروس دخلوا لا سيري. اللي يتبع الاحداث، لان كاين بزاف الغاشي، بدا من الموقف الجزائري من بعد يهضر على الموقف العالمي. حنا واش نبداو واش حدث الواقع في العالم، ومن بعد نهبطوا نشوفوا اسكو هذا ياثر على الجزائر سلبيا او ايجابيا. الاجتماع تاع الامم المتحده هضروا كاع عطاو كاع الاراء تاعهم على سوريا، على داعش، على المزيريه اللي راهي عايشه في افريقيا، والجوع والمناخ، هضروا على كلش. مي دائما نوليو هنا نفس كما نقولوا لا كاس دو ديبار. انت تعطي دائما المشاكل، هاي عطيت المشاكل المشاكل المشاكل، مي قليل من الناس اللي جابوا قالوا لك حنا بغينا كيفاه نحلوا المشاكل هذا. اوكي، بدون عوائق. ممسي يعطيو برنامج في الامم المتحده، مي حتى واحد ما يتبع هذاك البرنامج. دائما يا دي جون كي مي لي باتون دون لي رو، ما تمشيش العجله هذيك. دونك كي جا بوتين، جا داروا كاع الاجتماع واجتمع مع اوباما. بصح شوف، الناس اللي يعرفوا لا استراتيجي يحضر مع اوباما بلا دبلوماسي. بورتون اوباما ما بغاش يهضر معاه، لان كاين دي كونفلي لوكران، مشاكل بزاف. مي معليش هضر معاه ايتو. مي شوف، كانوا نورمالمون البروبليم تاع لا سيري لازم نديرو هكذا، لازم دون الفيتور ايتو. قالوا اوباما اوكي نشوفوا واش نديرو. بوتين ما عطالو اوكان سيني باللي راهو رايح ديجا، ما عطالو اوكان سين. دونك واش دار هادو الناس اللي يشتغلوا مع امريكا، هادوك الناس اللي داخلين في النصرة وداخلين في الجيش الحر، الخطة تاعهم لا استراتيجي ميليتير، قالوا لهم روحوا على الحدود مع حمص. دونك الاسد ولا القوات السوريه الروسيه ما تضربش تما المواقع اللي قراب من لا كابيتال ايتو. شوف لا تكتيك تاعهم، كاع لارمومون تاعهم، كاع السبلاي ايتو، لا مارشونديز تاعهم، ليكيبمون ميليتير، ليكيبمون دو كومونيكاسيون، جبدوه كما نقولوا قريب من لا كابيتال. داك الواحد كي يخمم يقول لك انا واحد ما يخبيش السلاح تاعو ولا ليكيبمون تاعو عندي، انا نروح وين نحوس وين يخبيه. هادي ستون تاكتيك، كي تخبي حاجه عند السرق ما يحوش عنده، يروح يحوس اير. مي لا روسي كانت تري تري انتيليجونت، تري انتيليجونت، ما عطات له اوكان سيني لاوباما. تاف 8 تاع لي سوخوي تاعهم نبداو يطرطقوا سور لي فرونتيير مع حمص، مع لا كابيتال. ومن بعد الجنرال هذاك تاع الروس كي خرج قال لهم علاه ما كاش داعش تما، علاه قصفتو تما. قال له حنا هذا وين بدينا، هما كاين لي انتيليجون، تري تري انتيليجون، كاع لي كوبمون ميليتير ايتو طرطقوه باش يافي بليو هذاك الجروب عايدي.
ومن بعد امريكا الان في البنتاغون هي دارت اجتماع تعرق قالت لك روسيا ما راهيش تقصف داعش، راهي تقصف اماكن اخرى. شكون اللي راهي تقصف؟ راهي تقصف ليكيبمون ميليتير اللي امريكا شرات لهذوك الجيش الحر، 500 مليون دولار، 500 مليون دولار هذا ريسامون فوطاو عليه باش يقدموه للجيش الحر، بلوس ليكيبمون اللي سرقوا من اسد، بلوس ليكيبمون اللي دخل من العراق، هذوك كاع لي باز ميليتير اللي كسروا في العراق دخلوا به. شوف ليكيبمون ميليتير بداو يجمعوا على روسيا كي دير حاجه. وانا هضرت على القصف الجوي تاع روسيا شهر من قبل، انا قلت لكم لاكريز هادي تاع قبل ما تصرى لازم يخرجوا بزاف الغاشي، خرج دونك بداو يقصفوا. دونك اوليو البلون تاع فرنسا والانجلتير مع امريكا يمشي، روسيا بدات البلون تاعها على بالها بلي كاين حاجه. دونك واش دات؟ دات لي اس 300 هذوك تاع لي 300 400 هذوك باش الى جازوا طيارات سور لونتوراج تاع لا كابيتال. على بالهم الناتو، هذاك الجنرال تاع الناتو قال لهم ليكيبمون هذا سي با ال ني با ديستيني بور داعش، الى ديستيني ا كيك شوز دوتر. روسيا كي تخمم على حاجه صافي دير راهي ديرو. وانا قبل ما دير القصف هذا روحوا لي فيديو تاعي تشوفهم باللي هدرت قلت لكم تروح تقصف وتقصف اماكن حساسه وتبدا وتحط هذوك لي زونتي ميسيل تاع لي اس 300 لي اس 400 هذوك كي تحطهم كاع بور بروتيجي لا كابيتال، بروتيجي بشار الاسد، ومن بعد تبدا جامي تروحها سوريا. الان رحتها افغانستان ما تروحهاش سوريا. دونك عم يترعدوا هنا في امريكا، عم يترعدوا قالوا كيف هذا ما قالناش. واحد كي تجي عندك في دارك قرب ساعتين وهو يهضر مع اوباما ما هضر له على حد حاجه، قال له احنا بعثنا دي زونترينور باش يونترينيو بشار الاسد والارمي تاعو كيف يستعملوا هذاك ليكيبمون. بعث 500 سولدا باش يونترينيو، اي طبي بعث لهم دي بيلوت دي زيكسبير دي كوموندوس باش يطردكو هذيك داعش. دونك اولا او بداو من النصره مع الجيش الحر يطردكوه، وبعد يزيدوا حتى البشار الاسد حتى سميتو حتى داعش. دونك انا قلت لكم دابور هي الكوتي جيو استراتيجيك، سوريا ما تروح لهاش. ثانيا ليكونومي تاع روسيا، ليكونومي تاع روسيا هبطت بالبترول هذا قتلوها. دونك اول حاجه هي تقصف هذوك لي بيوت بترول، تقصف هذوك لي باريل اللي راهم يمشيو عليك. علاه الان خافوا؟ فرنسا بدات و لا تركي بدات وامريكا بدات، صافي دير اما يجتمعوا الان. دونك كيفاه داروا روسيا؟ بعد نص ساعة قبل ما يديروا هذاك البومباردمون هذيك تاع في لا كابيتال اكوتي لا كابيتال، عيطوا لاسرائيل قالوا لهم غير ما تخافوش سيدي الطيارات تاعنا اللي راهم يديروا القصف. ان جينيرال روس دخل للومباساد، تاع امريكان في بغداد، قال لهم سي تري زورجون، قال لهم كاع لي زوبيراسيون ايريان تاعكم حبسوهم، كاع طيارات تاع فرنسا تاع امريكان وكاين تاع الاسترالي لا تركي تو، قال لهم كاع لي زوبيراسيون تاعكم لازم يهبطوا تاع الاردن تو. دونك كاع لي طيارات تاعهم هم هابطين. اوكي الجو الان السوري محمي من طرف روسيا، هايلك القوة تاع الصح، هايلك لي جون الناس بداو يكريتيكيو بوتين والله العظيم خرجنهم عيناني. هنا ما هدرش قالهم
لا ديموكراسي، اوباما قال لهم لا ديموكراسي لازم انتم في افريقيا في البلدان لازم ديروا لا ديموكراسي، وهما يبعثوا الجيش، يبعثوا لارمومون للجيش الحر باش يسقط بشار الاسد. هذه هي لا ديموكراسي. كيما صارت في كاع البلدان، في الصومال نفس الشيء، في كونغو نفس الشيء، في كوت ديفوار نفس الشيء. اوكي، شكون اللي مختلف؟ مختلف لي رول، شكون يلعب لي رول والاكتور. مثلا شوف في لا صومالي كاين مثلا فرنسا مع امريكا، اوكي، لان كاين لا باز تاع جيبوتي تاع فرنسا ثم، ومثلا في الكوت ديفوار كاين فرنسا، في كل البلدان، امريكا، العراق، افغانستان، كل البلدان. اوكي، اخلق ان جروب، اعطي له لارمي، هدم البلاد، عايلك واش بغا. وحنا قرب صرات في الجزائر نفس الشيء، شكون اللي بعثنا؟ لونجلتير مع لا بلجيك مع رايت فينونسي التيروريزم ولا سويسيتو باش يشريو السلاح باش يطلقوا البلاد، عايلك. دونك هاد لا روسيت ما تمشيش، كانت تمشي ستينولوسات اللي كانت فيابل، كما نقولوا مشات في كاع البلدان، اعطيه ان جروب، اعطيه له لارمومون، ومن بعد انت يا انتريو كيف تعطيه له لارمومون انديريكتومون، قول له يا عندي كومباني تاع لورانيوم جوست اكوتي، سرق هذوك 8 تاع لي زومبلواي فرونسي، يشدوهم، ومن بعد الاسوسياسيون هذوك تاع الكرامه ولا تاع شكوبي هذوك، يبعث لهم 20 مليون دولار. هاي اللي كيفاه تمشي، تاك 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 تاك، لي بنك سويسي يعطيو الكرامه تروح تصوفي هذوك، ومن بعد هذوك لارمومون بيان سور يشريو هذوك بهذوك لارجون يشريو لارمومون. هاي اللي كيفاه، بصح روسيا ما خلاتش هذاك السيناريو يوقع. كاع مشتكيو في لوروب، كاين لي ريفوجي، كاين لي ريفوجي، كاين لي ريفوجي. بوتين قال لهم على راكم تهضروا على لي ريفوجي، اوليون ديبونسيو كاع لارجون هذا على لي ريفوجي، المشاكل الهضره عيتو هما، كاين انا ما نروحش انايا للموقع البروبلام ديريكت، نروح لوين كاين البروبلام، انا نقسم ربو تما دافتر. لا هو ذكي. دونك حنايا في الجزائر لازم نكونوا اذكياء، لازم نكونوا اذكياء. اولا ما تصراش كما افغانستان وين لي بارتي هادو اسلاميست الجيريا، لي بارتي اسلاميست الجيريا، اوكي، بعثوا دي بينيفول دي فولونتير، بعثوهم الى العراق الحرب الاولى والى افغانستان باش يعاونوا الاخوان، قال كان نعاونوا الاخوان في الحرب تو. دونك كي دخلت امريكا لافغانستان، كي خرجت روسيا، واش حصل؟ كل جروب لان جاوا من كل البلدان، دونك لازم يخرجوا الان من افغانستان. سي سا لا يعني لا كولتور تاع الناس اللي راهم يديروا اوليو تاع دير مونديالايزاسيون بلي كومباني تو بلي ستوك تو، كاين الان ناس راهم يتاجروا بالتيروريزم، اوكي، عندو كاع ان جروب تيروريست في افغانستان، كاع ملتي ناسيونال، واش يدير الان؟ لازم يبعث كاع جروب، يبعث لبلادو. دونك واش حصل حنايا؟ لي زافكو هادوك اللي جاو كرياو الجروب تيروريست في البلاد، داروا تدريبات، داروا هما سي دي زيكسبير 20 سنه تاع الحرب ثم، ولاو الجزائر. دونك في داعش، هادي لوبيراسيون تاع داعش، ميم سي ما عندناش دي زالجيريان اللي راحوا يحاربوا مع داعش، الفو سمي فيه، لان لا لان الا كان ردة الفعل واش يديروا؟ يا يحاربوا ثم يا يهربوا، اوكي، كاين بزاف الناس تهرب. دونك ديجا لي توانسا كاين 1500، اوكي، 1500 تونيزيان
راحوا بداو يوليو ميم سي ما كانش التدخل الاجنبي، ميم سي ما كانش التدخل الاجنبي، بداو يوليو لتونس. اوكي، كاين اللي ولاو شافوا بلي الحاله ما تشكرش، لان على الجيش الحر هذا والنصرايت وداعش تو عم يشدوا لهم الملايين، عم يبعثوا هذوك المساكن هذوك لي تونيزيان لي ماروكان لي كاع كاع من البلدان اللي راحوا السودان والسعوديه، يبعثوهم باش يموتوا هما يشدوها بانكس. دونك لا، الموقف الجزائري الان، اولا حنا اون سوتيان لا روسي انديريكتومون، اي بورتو حنا لا كونستيتيسيون تاعنا قالت لك الجيش الجزائري ما يخرجش يحارب، تعرف تعرف هذه ليستوار هذه على بالنا بها، مي ريالمون في ليديولوجي تاعنا، ليديولوجي تاعنا الجيش السوري ولا يمين الجيش الروسي دار ان كو يعني مانيفيك. على قلت لكم اولا هذوك الارهابيين يقصفوهم، وثانيا حنا لا كريز ايكونوميك تاعنا قتلاتنا بزاف، دونك حنا باش نطلعوا باش يطلع البترول اتليست كما على الاقل انا الكالم هذاك سوسيال كي تعطي الناس كاع لا لا بونسيون تاعهم يشريو يروحوا للسوق، ما كاش البروبليم في المسيد، ما كاش البروبليم في العيد ايتو على النيفو مينيموم. الناس ما خلاص ما سانتيريس با على لا بوليتيك، سانتيريس با على اي شيء، فهمت؟ قول له بوتفليقه راه في لا شيز رونو، ديك لك انا راني ناكل نشبع ندير الفورغون تاعي نخدم، ولا هذاك الجاني يدير الجالي يروح البابيش ايتو خلاص، ما كانش الثقافة هذه تاع السياسة. وين ممسي انت جيعان تخدم السياسة، ما انت شبعان دير السياسة. اوكي عايليك هاد لا بوليتيك هادي كانت بكري بكري دي زاني 70 80، كي تجوع الشعب ما يخممش على لا بوليتيك، فهمت؟ كي تجوع الشعب ما يخممش على لا بوليتيك، يروح يخدم يروح هكذا لي ستوديو. حنا كي كنا دي ستوديو كلشي كلشي كاين بروبليم فيه، ما كاش الماكله ما كاش هادي، تقرا انت تقرا هكذا فيزيك ومن بعد تخمم اسكو تروح تاكل ولا تقعد تقرا، فهمت؟ دونك لي بروبليم هادو خلاص سا ديباسي هادوك. دونك يدي ان اوت ميثود، لا ميثود شبع الناس تخطي لا بوليتيك، شبع الناس فيسبوك، شبع الناس يوتيوب، شبع الناس الانترنت، لي طابلات و اللبسة الشابة والناس هكذا، فهمت؟ أنا هم مشغولين مشغولين بأشياء كثيرة، أولي أنت يكون مشغول بلا بوليتيك أرميلو باطل الانترنت يقول لك احنا الحمد لله هذوك الناس، واحد اونسينيو يقري جامي زاد له في السومه ارمي له مليون زياده والله الحمد لله، حنا انا ندير لا بوليتيك، انا ندير لا بوليتيك يجي واحد ينحيك هذاك المليون تاع زياده. دونك هاي ليك، دونك حنايا حنا اكتويلمون الدوله ما تقدرش دير هكذاك، تقدرش حصلت افيك لا كريز ايكونوميك. دونك نوليو الى لا كاز دو ديبار، لا روسي كي راحت لسوريا لازم تقصف هذوك لي بيو دو بترول، لازم تقصف هذوك لي تويو لي بايب لاين هذوك، لازم تقصف هذوك لي تراك الكوا من هذوك لي يديو البترول، فهمت؟ باش حنايا نوليو الى المستوى وين كنا، بعد نديرو اشياء اخرى. وكان الموقف الاخر، الناس من الترونجيتو راح تستغل هادو النقص هذا الاقتصادي، ما كان والو، المستشفيات تشكي، الطرق تشكي، لان كي تبدا حاجه من بعد تحبسها سي تان بروبليم، بعد تجي نوتر اونتربرونور صافي كيف هايليك، دونك تبدا بروجي هذاك هرب من بعد يجيك نوتر اونتربرونور كي ليستوار تعاود.
دونك هادو القنوات الاجنبيه اللي والناس هادوك اللي كرهوا الالجيري واش يديروا؟ ما يستغلوا هاد الفرصه باش يقول لنا شفتوا 700 مليار ما درت بيهم والو، الناس راهي في الفقر، هاي الاستوار هادي تعاود. والناس مسكين مامسي تعطيلو شاك جور، شاك جور تعطيلو دراهم تحبس أم وما تعطيلوش ينور. أما هاي الثقافة تاعنا الآن حنايا، كان والو، كان سياساني شبع الغاشي، ومن بعد كي تحبس شوف الآن شكون هو إلون بروفيت دو لا سيتياسيون هادي، لي جون هادوك سوا ديزون أوبوزيسيون. اوكي نيمبورت كوا يشوفوا هكذا حاجه في الجرنان يهضروا عليها، ها يشوفوا هكذا في الجرنان يجبدوها يقولك شفتوا هاي لي مام الجرنان ها سي دي فوا سي فري دي فوا ما سي با فري يخرطوا برك. مي اتونسيون 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 دائما نوليو الى لا باسي لا مام لا باسي لا مام. انا قلت لكم الانترفونسيون روس هادي بغيناها تكون، بغيناها تكون 4 سنين من قبل، اوكي كاترون دوسا على لو كان صارت كاترون دوسا ما يكونش داعش هذا، ما يجيش ليبيا، ما يجيش لي فرونتير تاعنا، ما يدخلش الجزائري، ما يديرش هادوك لي كو هادوك ضد الجيش عايلك. دونك لازم نكونوا حريصين، لان لا الان الانترفونسيون هذه تساعدنا باش نرفدوا شويه رواحتنا سور لو كوتي ايكونوميك. بصح الى هذوك الارهابيين، اذا هذوك الارهابيين خرجوا من سوريا يحوسوا وين يروحوا. دونك الان يروحوا لليمن ولا يروحوا لل ليبيا ولا يروحوا بلدان اللي راهي ساخنه. اوكي عايلك طونسيون الكو تاع لوكسيدون ابار لا روسي لو كان مشى عايلك وين يجبدوا لي تيرورست هادي، يبعثوهم من هنا يبعثوهم من هنا يبعثوهم من هنا. بصح الان لي كارت تاعهم كاع خربوا مع لا روسي، ولا روسي نورمالمون دارت كيما نقولوا ان كونتر مع لا مع ليجيبت، ولازم دير معنا الاتفاقيات مع ايران مع البلدان باش لي تيرورست هذوك ما يلقاوش وين يعشوا، لان كي تكون بلاصه يروح يعشوا فيها سي 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 لو ميم بروبلام. اوكي كانوا في سوريا دوك يجيو ليبيا قرب منا، اوكي كي كانوا ثم يموتوا ولا يديروا، بصح الان راهم قراب هايلي يمشيو كي الدود يمشيو كي النمل دونك وما تعرفهمش، فهمتوا؟ دونك يلفو فير اتونسيون الان. وحنايا الناس هادو اللي كانوا ضد الجيش ولا سيكوريتي ميليتير، الان لا سيكوريتي ميليتير على الدارش الخدمه تاعها خدمه جديده، ماشي كيما مداري عندنا دي الجيريان ولا نبعثوا واحد انفيلتري، ما كاش هادو لي جروب سي دي جروب يجوك من بلدان اخرى، فهمت؟ يجوك من بلدان اخرى دونك يلقاو ثغره صغيره هكذا في لافونتيير يدخلوا طف راهم في البلاد. دونك انا قلت لكم دونك اليا هذاك لا كونتر اتاك القديمه وين تكون في لافرونتيير تعاست تكون في لي زومباساد تكون ايتو، بصح كاين هادي لا كونتر اتاك جديده الانترنت الفيسبوك ايتو، لان علاه الا ما يقدروش يدخلوا يديروا لك تشويش بالقنوات هادو ايتو بال باليوتيوب ايتو بالفيسبوك ايتو، فهمتوا؟ دونك لازم الجيش الان يكون حارس اكثر من مره. بكري كان قلت لكم سي الطرق هذه التقليديه، دونك الان لا مودرنيتي الانترنت لي كومباني بزاف في الجزائري
ما بارابول كاين بزاف الحوايج باش نتايا تورغانيزي كاع شاك سيلول شاك سيلول دابور نتا شارجي تاع لا كومونيكاسيون تاع الانترنت تاع لا تيليفزيون تاع الجرانين تاع المجلات تاع الكتب واش يدخل لك البلاد ومن بعد دير نتا اون سيلول شارجي تاع لا ليبي تاع لا تونيزي تاع لا ريج تاع سوريا وتاع دير كاع لي سيلول هكذا فهم ومن بعد دير تاع ترافيك مثلا هيومن ترافيك يعني هذوك الناس اللي يديروا العباد اكروس بوردر في لي فرونتيير ترافيك دو دروك ترافيك تاع تاع الطابا الكيدنابين فهمتوا دونك كاين مراحل كثيره اسكو عنده اون ريلاسيون مع التيروريزم اوكي ميم سي كاين كيدنابين واحد يسال الواحد يروح يكيدنابي بصح توجور تكون العلاقه مباشره مع لونتي تيروريزم اكثر من اي وقت مضى لان علاه انا قلت لكم الجيري ميم سي راهي كما نقولوا على الاقل ستابل شويه الا يكسروا شويه منها معليش الا تكسر كلش معليش الا يفتوها معليش اي حاجه تصرى نيجاتيف معليش هاي هذا حبسني كان المطر هنايا قرب دار لاكسيدو هذا قدامي المهم هذا قدامي راح هكذا كان المطر المهم كي قلت لكم حنا اون سوتيا هاد لوبيراسيون تاع لا روسي ولا لازم دير بزاف علاه باش تحبس هادو هاد السيناريو هذا تاع لوكسيدو خرج سميتو خرج دونك نتايا الان لي ريفوجي هذاك كي بروف بلي ما دخلوش معاهم لي تيرورست واحد كي يجري هكذا في لافرونتيير عندك 50 60 100 واحد 1000 واحد اسكو على بالك بلي ما كاش دي تيرورست ميم سي ما يديش السلاح دوله عقليه دوله ايديولوجي عايلك دونك يعشو ومن بعد يديروا لك دونك لوكسيدون سالارونج باش يقعد في بلاصتو باش يشد افيك اون مان فورت هذاك تما بمسي يقول لك ان بي ديموكرات بصح كاين لا ديكتاتور لازم يقعد كيفاه يشدهم يقول لهم يا عندنا التيروريزم ما يصرات هادي شارلي ابدويتو هاي كيفاه يشدهم افيك لاكريج هادي افيك لاكريج هادي اوكي كي دخلوا لي ريفوجي جون سوي سور بلي 10% كاع سي دي تيرورست 10% سي دي جون اونتريني سي دي جون عندهم ليديولوجي يسحقوهم انديريكتوم هاي ولاو راحوا ولاو فهمتوا اتونسيون الناس راهي هادو الناس تاع القنوات هادو تاع شكوبي هادو يقول لك لوبوزيسيون ما يهضروش جامي يعطيوك اون فيزيون سور مثلا الامن القومي جامي يهضرك اون فيزيون بلي ما لازمش نديرو السياسه اللي تكسر البلاد ما لازمش نديرو السياسه اللي تضر الشعب ميم سي حنا الان هبط البترول اي نجتمعوا كاع معليش كان عندنا مشاكل اللي تو كل واحد باغي يحكم بصح الان يفو سوفي البي كيف نسوفي يقولك واحد ما عندكش ميزانيته اي الان لازم نديرو شيء بروفي باللي تقدر تدخل اون طونك ليدر مقري بن بيتور كاع بن فليس كاع لازم يبروفيو باللي لازم ينحيو هذاك البغض وهذاك تاع 20 سنه دونك الان كاين مشكله عالميه
نيمبورت كيل بريزيدون اللي يجي نيمبورت كيل بريزيدون اللي يجي ما يلقاش يعني الامان ما يلقاهاش خبزه لان الان تطورت الاشياء اوكي واحد يهضر على الديمقراطيه هنا في امريكا انا راني في امريكا ونهضر مع على باليش بجدو انا قلت لكم واحد يهضر بلا ديمقراطيه لازم البوبل يل ديسيد لا ديمقراطيه تو ميم سي لو تيب هذاك اللي كاين اون ماجوريتي كاين اون مينوريتي بصح ما لازمش يكون القتل ما لازمش القتيله تكون هما ام يبعثوا طيارات ام يبعثوا السلاح ام يبعثوا كلش باش يخلقوا دي جروب تيروريست دي جروب دي دوبوزيسيون ارمي اسكو هذه قبلها العقل تاعك اسكو تقبل انا نهضر معاهم هنا سيدي بوليتيسيان نقول له اسكو تقبل نتايا نروح مثلا واحد من اي بلد اعطيني اي بلد يجي يعطي السلاح للناس هنايا باش دير لوبوزيسيون اسكو يقبل بيان سور يقول لك هذه سي دو لا فولي كيف انت راك ديرها اوكي امريكا فرنسا انجلترا عاونت اكثر من 200 انقلاب 200 انقلاب اكثر من 200 انقلاب كل واحد داو يدير الشغل تاعو عاونتهم كاع عن قارب ولا عن بعيد دوك انت ما تهضرليش بالفلسفه يعرفوا يهضروا الهضره يعرفوا يهضروا فهمتوا اي ندير هذه 30 مينوت باسكو كاين ناس قالوا لي بزاف